بالك من حاجه، الكلام ده مش هيبان هنا، مش مهمتنا، مش هقدر ادوس هنا وافتحها دلوقتي، لازم ده يبان في الران تايم. ده يبان في مين؟ في الران تايم بس. خلاص طيب، يبقى ادي الفول نيم، اليوزر نيم، الباسورد، الجندر، السيتي. حد عنده اي مقترحات اخرى؟ الايميل. ليه الايميل اهم حاجه؟ الايميل، الايميل او ده انبوت تكست عادي. انبوت تكست عادي. طب انا واقف على حاجه ما ينفعش. وده اسميه ايميل ايميل. بعد الايميل قلنا ايه؟ قلت لي ايه انت؟ تاريخ الميلاد. تاريخ الميلاد ودوت هنختاره انبوت ديت. نختاره انبوت ايه؟ انبوت ديت. بيطلع بالمنظر ده، واقول له البيرث ديت، تاريخ الميلاد. بعد كده فاضل لي بس السكيورتي كويتشن والسكيورتي انسر، صح؟ وكفايه على كده، كفايه تعبنا من كل ما ايه. ممكن تحط تكست بوكس عادي، انبوت تكست عادي، ارقام معينه، فاليديشن يعني. اه ممكن نحط فاليديشن، ممكن نقدر نحط فاليديشن، هنشوف الفاليديشن كمان شويه. هنزل بيرث ديت، بعد كده ال سكيورتي كويتشن وسكيورتي انسر وخلاص. ده اصلا كبرت، بس كبرت عشان نجرب، يعني نجرب الادوات دي. انبوت تكست ده احط فيه سكيورتي كويتشن، وراها على طول السكيورتي ايه؟ انسر. بس كويتشن معتاد ان هو يبقى كبير، كويتشن معتاد ان هو يبقى ايه؟ سؤال هيحطه بمزاجه يبقى كبير. فممكن انهم رايحين عاملين ايه؟ الابيرنس، او مزود هنا الكولومز والروز. الروز رو واحد، يعني صف واحد كده، رو واحد. لو جيت عملت كده اتنين كبروا لك بالشكل ده، خلاص بقى ايه؟ عباره عن ممكن يقدر يكتب لغايه سطرين كده ولا حاجه. خلاص خليه ديفولت سطرين، والكولومز مثلا 10 صغير، 10 20 حلو، 20 خلاص كده مثلا. ده بقى ايه؟ بشكل حجم. في نفس الوقت انا عندي الباسورد، الباسورد ده المفروض يبقى ما يجي يكتب جواه نكتب جواه نقط، مش يكتب جواه، صح؟ المفروض يكتب جواه سكيور. يعني عشان اعمل كده اعمل ايه؟ اقوم رايح هنا على سيكريت، اروح اسمها سيكريت، اخليها ايه؟ ترو. سيكريت ايه؟ ترو. فكده يبقى لما تيجي تكتب جواه يكتب جواه كلام ايه؟ كلام نقط. ممكن نعمل ري باسورد او كونفيرم باسورد او زي ما انت عايز. ممكن نعمل كده، ممكن نعمل كده. يبقى اعمل انبوت، انبوت تكست تاني، واقوم قايل له ده كونفيرم ايه؟ تاكيد الباسورد، كونفيرم باسورد. خليها سيكريت ترو، وكده رسمت الشاشه بتاعتي. فاضل لي زرار بس غلبان احطه في الفوتر هنا، من جنرال كنترولز انزل باتن. احنا بدل اللي هو السكيورتي كنترولز عايزين نحطين نيكس
صورة شفرة دي نعملها ازاي؟ كابتشة هنجيبها هنعملها ان شاء الله. خلاص اعملها على طول هنا بس بعد ما اخلص هي وسيمبل كده واعملها. خلاص واجي هنا على كوماند باتن 1 ده اغيره واخليه كلمة ايه؟ ريجستر. مش حلو خالص هنا، كنت عايزه على اليمين انا. دي بقى حاجات تعقد بقى. ممكن اروح على كنترولز من لي اوت واختار سبيسر احطه قبليه كده. لا مش سبيسر، اسمه ايه؟ سيبريتور. سيبريتور برضه فاصل بينزل سطر، مش عايزه ينزل سطر. ممكن احط له بانل مثلا من البانلز اللي هي مثلا بانل داشبورد دي، لا الكبيره دي بانل هيدر. ممكن احط بانل بوردر لاي اوت وماله كده مش مظبوط ليه. عارف ادوس عليه، ادوس على عليه كده يجوز نفسه بانل بورد لاي اوت. مش بيديني ان انا اعمل له اعرض من كده. مش مديني. طيب ماشي. مش محدد لي اي ورايت تو ليفت ولا اي حاجه. في جروب اهو. الجروب برضو مش بحدد له ان انا اقدر اعمل رايت ليفت ولا حاجه. ماشي مش مشكله دلوقتي. طب انا عاوز زيادة الزرار ده فوق، مش عايز ليه يطلع فوق عشان الجروب. ورمينا الجروب تحت السكيورتي انسر مكتوبه غلط دي اصلا مثلا. ايوه كده ماشي، بلاش احطها من تحت. ريجستر خلاص كده. طيب حطيت شويه زرار، شويه حاجات ادوات بتاعتي والزرار بتاعي وجاهز ان انا طبعا لسه ما سميتش العناصر ولسه 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 حاجات كتير، لسه ما حطيتش فاليديشن و و و. لكن لو انا حبيت ارن الكلام ده يعني اتعلم الاول نكمل الصفحه بتاعتنا دي بالفاليديشن اللي عليها، وبعد ما نكمل بالفاليديشن اللي عليها نشوف ازاي بقى الزرار ده نخليه يتربط مع مين؟ مع كود، مع كود، وبعدين نوقف وبعد كده نبدا نرجع بعد كده نبدا نشرح بقى في الكود بقى نكون وصلنا لمرحله الكود. خلاص ادي الشاشه بتاعتي اتعرضت اهي وزي الفل مفيش فيها اي مشكله. خلاص و ندوس على الزرار يبدا يشتغل عادي مفيش اي مشكله من اي نوع. ان احنا محتاجينه دلوقتي ان احنا نحط بعض الفاليديشن. ما ينفعش يدوس على الريجستر كده من غير لما يدخل اسمه، من غير ما يدخل يوزر نيم، من غير ما يدخل باسورد، من غير ما يدخل الى اخره. فعايزين في حاجات لازم ايه نجبره عليها. طيب
اول حاجه